هنبدأ دلوقتي يا شباب نتكلم على الفاليوز الخاصة بالستيفنس موديفاير. فهنبدأ الأول بالاريا إليمنت. ركز كده معايا، الاريا إليمنت دي زي مين يا باشمهندس؟ زي السلابس، زي الشير وولز، زي الديب بيمز، أي حاجة تانية بقى يا باشمهندس ممكن تمثل في داخل برامج التصميم الإنشائي كأنها اريا إليمنت. أو طبعا الاسم الدارج ما بيننا هو مين؟ هو الشيل إليمنت. بس الشيل احنا عارفين ان هو عباره عن حاجتين، الممبرين ومين يا باشمهندس؟ والبليت بيندنج. خلاص، طبعا الاسم الاحسن هو الاريا، لان الاريا ستشمل الشيل اليمنت والممبرين اليمنت والبيندنج اليمنت. فلو اتكلمنا الاول يا باشمهندس على مين؟ على السقف. خلاص، فروحنا يا باشمهندس على السقف. السقف عندنا هنا في 3 كيسز. اول كيس عندنا لو السقف ده يا باشمهندس تم لمزجته لكي يرزست الفيرتيكال لود زي الديد لود واللايف لود يا باشمهندس. خلاص، والديد لود دي شامله الاونيت والسوبر امبوست ديد لود زي الوول والكفر. بس انا كاتب هنا يا باشمهندس اونلي، يعني السقف لما انا جيت مثلته هو فقط هيتحط عليه او هيتاساين عليه يا باشمهندس فيرتيكال لود ديد ولايف. فلما اجي ابص على السقف بتاعنا فهو يا باشمهندس موجود في مستوى اكس واي والاحمال عموديه على هذا المستوى. فبالتالي لو انا عايز ارسل هذا السقف بشكل دقيق داخل برامج التصميم الانشائي فانا هلمزجه بليت بيندنج، لان الاحمال في مستوى والمساله في مستوى والديفورميشن اللي هو هيكون عباره عن ديفليكشن او بيندنج انحناء في مستوى اخر، صح؟ فبالتالي انا بلمزج العنصر ده كبليت بيندنج، يعني بعيدا بقى عن كلمه ممبرين، بعيدا عن كلمه شيل. وانا عارف البليت بيندنج بيندنج فورس هي الام 11 والام 22 والام 12، دي يا باشمهندس خصائص القطاع للبليت بيندنج. ودي كستيفنس هي عباره عن اوت اوف بلين ستيفنس، صح؟ ودي اللي هتبدا تقاوم وتريزست الفيرتيكال لود. ما هو طالما حصل ديفورميشن في اتجاه غير اتجاه المساله مثلا او في مستوى خارج مستوى المساله، فبالتالي الديفورميشن دي تقل لو القطاع عنده مقاومه عنده انيرشيا في بليت بيندنج اللي هو M11 M22 M12. فانا عايز اقول لا، انا عايز القطاع يبقى ضعيف في مقاومه هذه الاحمال، فبقول ان احنا بنقللها يا باشمهندس لكام؟ من 1 لكام يا باشمهندس؟ ل 25 من 100. طبعا دي قيم الكود المصري، هجيب لك سكرين شوت كمان شويه للقيمه دي. خلاص؟ طيب يا باشمهندس انت قللت كده كفاءه القطاع في مقاومه الاحمال اللي ايه؟ الاحمال الرأسيه. طب هو ليه؟ لان انا بقول ان القطاع ده ممكن يحصل له كراكس. في الحقيقه ممكن ما يكونش شغال بكامل كفاءته نتيجه سوء تنفيذ او ايا كان، فانا عايز اقلل كفاءته عشان خاطر اسيب المنشئ مثلا. طيب انا لو عندي حاله ثانيه وليكن يا باشمهندس الكيس 2، لو عندي نفس السقف كان برضه موجود في اكس واي بلين، خلاص، بس السقف المره دي هيرزست فقط هوريزونتال لودز، قوه افقيه فقط. القوه الافقيه دي قد تكون ويند لودز او سايزميك لود، احمال رياح او احمال زلازل. بالتالي انا لما اجي امسك حاجه زي دي داخل برنامج الايتابس او حتى برامج السي اس اي عامه، فبلمزج السقف ده ان هو ممبرين، لان هو موجود في بلان اسمه اكس واي والاحمال جايه في نفس البلان وهيحصل ديفورميشن في نفس البلان يا باشمهندس. فبالتالي المسؤول عن الممبرين هو الان بلين ستيفنس اللي هو الاف 11 والاف 22 والاف 12. فلو عايز اخلي السقف بتاعنا ضعيف في مقاومة هذه الأحمال اللي في نفس المستوى، فبقول له بدل ما الفورسز دي أو بدل ما المبرين فورسز دي المبرين ستيفنس مثلا معنى أصح، لما هي واحد خليها برضه بكام؟ خليها برضه بربع. لا يا باشمهندس عشان خاطر أأمن نفسي أخطر، عشان خاطر ممكن يحصل كراكس في مين؟ في هذا السقف، عيوب تنفيذ مثلا. فبدل ما هو يقاوم القوى دي القوى الجانبية اللي هي أحمال الرياح وأحمال الزلازل بكفاءة 100%، لا أنا هخليه يقاوم بربع مثلا 25% من كفاءته. خلاص؟ طيب انا عندي بقى الكيس الثالثه واللي هي الاشمل، ان يبقى عندي سقف والسقف ده يا باشمهندس بيرزست فيرتيكال لود كديد ولايف وبرضه بيرزست هوريزونتال لود كويند سايزميك. وبالتالي لما اشوف السقف عندنا كان عباره عن اليمنت موجود في اكس واي بلين والاحمال هنا في احمال ماشيه في نفس المستوى يعني من بلين، احمال عموديه على المستوى يعني بليت، فبالتالي طالما الاثنين موجودين كممبرين وبليت بيندنج فبنلمزج الكلام ده في برامج السي اس اي كانه ايه؟ كانه شيل اليمنت. وبالتالي هنجمع الممبرين فورس
والبيننج فورس مع بعض كان بلين ستيفنس واوت بلين ستيفنس، ونخلي الكفاءه وليكن 25 من ايه من 100، يعني 25 في المية بدل 100%. برضو نفس الكلام كاكس وعيوب تنفيذ وخلاف. بس هنا في نقطه مهمه جدا يا باشمهندس في غايه الاهميه لازم نكون عارفينها، خلاص. بيقول لك هنا لو انت اشتغلت كديافرام في برامج السي اس اي واشتغلت بمعنى صح ريجيد ديافرام، هو الديافرام ده عباره عن ايه اصلا؟ كنا قلنا كده ان هو عباره عن لوح افقي اللي احنا بنخلي السقف اللي هو البلان الافقي ده بنخليه جسر ريجيد، خلاص. وكلمه ريجيد يا باشمهندس كانت لما جاي نجيبها من السي اس اي قال لك ان هو بيبقى عنده ستيفنس جساءه انفينيتي ما ينهايها فين، كان واضح وصريح هو بيقولها ان بلين ستيفنس. ان بلين ستيفنس ده كان انفينيتي، يبقى كلمه ديافرام تعني ان بلين ستيفنس جساءه في نفس المستوى، خلاص. وليجيد ديافرام تعني ان هذه الجساءه انفينيتي ما نهايه. فبالتالي يا باشمهندس خصوصا بقى في الحاله رقم 2 والحاله رقم 3 اللي كان فيها من بلين فورسز حاله 2 لوحدها، او هنا كان شيل اليمنت بس كان فيها من بلين فورس يا باشمهندس، لو انت قللت اف 1 1 2 2 1 2 زي هنا برضو ملهاش لازمه، لان انت قلت ان السقف ده ديافرام من النوع الريجيد، فبالتالي الامبلين ستيفنس بتاعته ما لا نهايه، هتقلله ليه؟ ده حاجه تناقض اللي انت عملته. يعني انا رايح اقول للبرنامج ان السقف بتاعي في الامبلين ستيفنس ما لا نهايه، وعرفت الكلام ده عن طريق ان انا عملت بقى خيام للسقف من النوع الريجيد، هل ينفع اجي اقول له بقى امسك لي السقف ده واديني ليه امبلين ستيفنس كاف 1 1 واف 2 2 واف 1 2 بدل ما هي واحد كان شغال 100% شغال 25%؟ يعني 25% مش مهندس، هل ده يصح؟ يعني انا عملت حاجتين متناقضتين في نفس البرنامج، بغلط يا باشمهندس البرنامج مش هيبقى فاهم، البرنامج هيحصل فيه مشكله او هيلغي حاجه من الاثنين لان الاثنين اصلا متناقضين مع بعض. فالجمله دي مهمه جدا، ان لو انا اشتغلت ريجيد ديافرام بعد اذنك الاف اكس اكس يعني اللي هي بتدل على 1 1 او 2 2 او 1 2 مش مهمه ان انا اقللها كيس رقم 2 ولا كيس رقم 3، والكلام ده موجود في السي اس اي وهنجيب سكرين شوت تثبت هذا الكلام. ده كان بالنسبه لمين؟ للسقف. فالكود المصري بيقول لك البلاطات المسطحه مش المصمطه، البلاطات المسطحه يا باشمهندس بنقلل جسائتها من 100% الى 25%، بس خلي بالك ان هي لو بليت بيندنج ولو ممبرين ولو شيل، هو ما قاليش يعني الكود المصري ما قاليش الانواع، بس انا فاهم بقى لان انا لما اروح امسك سقف في سي اس اي انا عارف ان انا مسكته ايه، ولما اجي اروح اقلل الستيفنس فهل الام بلين ولا الاوت اوف بلين ولا الاثنين مع بعض، خلاص. فاكيد انا فاهم الكلام ده.